جايز كيفكم؟ ويلكم باك تو ماي شانل. يا ما بحقولها بالعربي. سو عيت من شوي و الفيديو تبع اليوم او رح ينضمني حياتي او ما في غير تشويس. ما بعرف اذا بتعرفوا بس من زمان على تيك توك وقتها كنت 13,000 فولور، كنت قبل نيو يير 13,000 فولور، قلت اذا بيطلع لي 20,000 فولور قبل نيو يير بصبغ شعراتي زرق. بس ما طلع لي 20,000 قبل نيو يير، طلع لي بعد نيو يير بشوي. بس في عالم بعدهم لهلا عم بيسالوني على اساس بدك تصبغ شعرك وما هيت مايلستون اوف 10,000 فولورز، يقولوا لي مثلا يلا ايمتى بدك تصبغ شعرك؟ على اساس بدك تصبغ شعرك وين ايمتى بدك؟ سو اليوم اذا بلاقي صبغه اصبغ شعري. ليه مثل القحوه له؟ بيتش. سو هلا بدي اروح نبش على صبغه، لقيت صبغه بس هلا بدي اشوف اذا بعد في صبغه ما ينقطع. بس انا ما بحس حينقطع، مين بده يصبغ شعراته زرق؟ ما تنسوا انا بلبنان يعني يمكن بقوصوني، تخيلوا مع شعرات زرق روح على الضاحيه. خلص حاسكت يلا باي. Going on a trip in a favorite rocket ship. Zoom it down, Sky! إن شاء الله ما يكونوا قطعينهم أو لك مقطعين. بس أنا مين بيصبغ شعراته زرق؟ بيتش! أقول لك بيقطعوني وقت تشوفوني مع شعرات زرق. إن شاء الله. ما بعرف ليه بس كتير بحب هالباركينجات. بس في باركينج المول بكرهه بس دوخان بدوخان. Splash. Now that you know how my eyes be. So we're on a hunt لهالشي بدنا نلبس عليها هون. في بلو هون. وينو؟ هيدا بلو. وينو بلو؟ هيدا. كيف ما تهنينا كثير من فهد بس جبنا طبخة زرقاء لأنه ما كان عنده بليتش. هلا رايحين على لافالاريها منال. لا إذا ما حدا عنده كثير حدا. وصلنا. إيش ليه هيك طلع صح؟ كمان نو لوك عند لافالار. حزن. هون كمان عندي نبريم عنده. لا بدنا نروح على سبينيس ان شاء الله يكون عنده. جاي اذا ما عنده ما بعرف شو بدي اعمل بس ما بعرف شو بدي اعمل في هالفيديو. قررنا نجي هون بعدين سبينيس لانه على طريق. بس اذا عن جد عن جد اليوم ما بلاقي بليتش ما بعرف شو حاعمل. حتنزل بنت. يمكن هاي ثاني مرة برجع على هالعون انا، حاسس حالي بدبي. كمان ما لقينا هون، ما في شيء خيي. هيديك الجمعة كان عنده منه. Next stop سبينيس. جايز واخيرا لقينا عند وين نحن؟ سبينيس. خد ثانية كمان. واخيرا شو؟ الصوت بيعرق اثنين. ما بعرف انت ايه بتحب اكثر. بس بيي عم بنقي اكلات لإله. بيتش! هيدا بيشبهك اكثر خد هيدا. بس لا عن جد ايه. I father like son. خلص شو بدك كبة؟ مش كبة انا تحشى تحته. بدك تقعد قلت له مش قلت له لبي ما عندها دراي فود اللي عم تجيب لها دراي فود لايرس. قال لي مرة بس هي بتحب الفولاي. هي قالت لك؟ اوكي فهلا وصلت على البيت بدي اصبغ هلا ما في تضيع وقت فيلا. اوكي فبدنا نبلش الكونستراكشنز هن شو هاي مش مكتوب. جبت امي معي لانه على قد ما بعرف انا بخاف اعمل شيء غلط فوت بعيني بصبغ من خالي معها او شيء. بشبه الايستر ايج، بشبه ماري بوبنز. مام بليز سكر البواب. بتعرفوا مين بيشبه؟ هول الراهبات تبع ايرلند اللي بيربوا معازي. اوكي بدي اعمل هيك لشي 40 دقيقة برجع بحكيكم بعدين. 1 eternity later. هو مايكل فيليبس ها؟ لا اللي بيتصبى. ايه ايه بشبهه؟ ايه ابدا. هلا رفيقي قال لي نفس الشيء رايح على اولمبيك جيمز انا اتسبح. مش ستشو بيتش.
جايز تحممت وخلصت وما طلعوا مثل ما بدي على الآن، بس كمان مش انه بشعين، بس جد الوقت كان بدي اياهم بيض اكتر، بس انه ما حتفرق لانه رح اصبغهم زرق بعدين. اوكي واحد ترى كتير مثل انمي كاركتر. Guys, هيدا هو الفلوج. Hope you enjoyed it. شعراتي الشغلة وعملناها وندمنا عليها. طلعوا ابدا مش عن ذوقي، كثير مبين مثل جاي لوتي. انا عم بعمل لهم كرمال قوفة وعدة انه بدي اصبغهم زرق بالاخير. اوكي فمثل العادة ما بدي لكم اعملوا سبسكرايب ولا لايك، فيكم تعملوا اللي بدكم اياه، بس اذا بدكم تشجعوني بليز اعملوا. ليش شكلي مثل جوست هيك يا عمي؟ وبشوفكم فرايداي. ونسيت اذا بعدكم عم تحضروا كومنت، انا بحب الموز كتير.